طلبات من طرف الجماهير في الآونة الأخيرة بتجديد عقد لطاهر فني بقيادة نبيل كوكي وكريم دلهوم. أنت في مداخلة سابقة تقول أنه هذا ممكن من مشمولات الهيئة المقبلة، لأنه ثمانية هنا لتجديد عقد لطاهر فني ما باش تخليه المسألة بالنسبة للهيئة المقبلة. احنا مبدئيا انا نحكي لك بصفتي الشخصيه مانيش كمسؤول. انا لو كان لي الاختيار اليوم نجدد المدرب نبيل الكوكي وكامل الاطار الفني وكريم دلهوم وكامل الاطار الفني الموجود حاليا في النادي الرياضي السباق. لكن تعرف احنا اليوم فتحنا باب الترشحات الانتخابات للانتخابات تاع النادي الرياضي السباق اللي تنتهي لي يوم 9 جوان. ما نجمش انا اليوم، لا انا نجم كهيئه تسييريه ولا نتخيل ولا نبيل الكوكي ولا كريم دلهوم ياخذوا القرار هذايا من غير ما يعرفوا شكون باش يسير نادي الرياضي الساقط الفتره المقبله. دونك نتفناول نهار 9 جوان اذا جات قائمه مترشحه تاع هيئه تسييريه تاع هيئه مش تتقدم لرئاسه نادي الرياضي الساقط ولا العضويه نتاعو. معناها يمكن احنا كهيئه تسييريه نتشاوروا معها اذا راغبين في تجديد التجربه مع السيد نبيل الكوكي نبداو من تو المفاوضات. اذا بعد القائمه اللي مش تقول لك لا خليني انا نختار مش يكون الامر ليها موجود. بور لو مومون ما ثم حتى مطلب ترشح لرئاسه النادي الصفاقسي الى حدود اليوم 4 جوان. الى حدود يوم 4 جوان على حد علمي ما ثم حتى قائمه مترشحه. هنا استاذ السؤال يتطرح، هل معناتها في صوره عدم ورود اي ملف للترشحات شو مش يصير؟ هل ستواصل الهيئه التسييريه ام لا؟ الهيئه التسييريه هذه انا اقول لك ينتهي مهمتها نهار 24 جوان. ولكن في صوره عدم ورود ترشحات هنا ما تصيرش فراغ هنا اداري وتسييري سياسي؟ يصير فراغ اداري، الحلول موجوده، لجنه الدعم تاع النادي الرياضي السابقي موجوده. على ما اظن مش يقع اجتماع تاع اللجنه العليا للدعم في القريب ان شاء الله باش يقع حل الموضوع هذه. معناتها اذا ثم قائمه مترشحه دونك انتهى التشكيل، اذا ما ثمش قائمه مترشحه دونك تجتمع اللجنه العليا للدعم لتقرير مصير النادي الرياضي الساقسي على مستوى التسيير بدايه من يوم 24 جوان. لكن الشيء اللي ناكده لكم انه بعد 24 جوان الهيئه التسييريه هذه ما هيش مش تكون موجوده. واضح واضح، يعطيك الصحه استاذ على رحابه صدرك العاده.